احمد قعد يطقني بوز دماغي وايديا ورجليا لحد ما وافقت. مفيش رجال حاجبات هنا، ده اتبيته في مستشفى. سامع الاهانة بتاعت مرات عمك؟ مرات عمي يا استاذ، دي بنت عمي. سامع الاهانة بتاعت عمك؟ لخبطتني. بقول لك يا استاذ، عبد السلام تلميذك وحبيبك، ليه ما تباتش عندي؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله. عبد السلام خفاجة بخيل ايحة، بيستخسر فيها الصابون اللي بستحمى بيه والنور اللي بحضر فيه الدنيا. لا اذا كان من نواحي دي ما يهمكش، عبد السلام ما يقدرش ياخر لي طلب. قوم قوم. بقول ايه، روح انت اتفق معاه وخلينا انا مرتاح هنا. يا راجل قوم. اتفضل قدامي اتفضل. بقول ايه، استاذن من الجماعه مرات عم خالد والدك. برضه يستاهل. اتفضل يا سيدي. لا مؤاخذه. اتفضل قدامي اتفضل اتفضل. المية والنور والصابون وكف طلباته، فاهم؟ لو سمحت ابي افهم. ايه ده؟ بتستهبل حضرتك؟ ده سيدك وتاج راسك. ده اللي يبقى من علمني حرفا صرت له عبدا. يعني انت العبد بتاعه. انا العبد بتاع ده؟ يلا بينا يا مسعود يا ابني. انا مفهمك كل شيء، ليه؟ ليه تحرجني يا ابني؟ احرج ايه يا استاذ؟ اتفضل ارتاح، اقعد، اقعد. فين جلابيتك يا عبد السلام؟ جلابيتك بتاعتي ليه؟ هيقعد عندك لحد اخر السنه الدراسيه. اخر السنه الدراسيه؟ اقوم ولا اقعد ولا اعمل ايه؟ البيت بيتك يا استاذ. اتفضل، فين اوضه النوم؟ اهي اهي اهي. اتفضل. بكره الصبح هكون عند الجماعه ولاد عمك. بالسلامه ان شاء الله. اتمشوا بالخير. وانت من اهله. عبد السلام. نفذ له كل طلباته. ودي علشان لا تحوش عنه لا نور ولا ميه ولا صابون، فاهم؟ السلام عليكم. عشان ما اجيبش السيره لحد. ايه يا بني ادم، ايه اللي جوه ده؟ باشندا فندي. باشندا فندي مين؟ المدرس بتاعنا بتاع زمان. باشندي. اللي كان مقرر علينا في ثانيه ابتدائي. الحمد لله افتكرته. لا ما افتكرتوش، ما كانش علينا حد بقى بالاسم ده ولا بالشكل الفظيع ده. خلونا نام الله يخرب بيكم. معلش يا باشندا فندي، معلش. ايه يا عبد السلام، ما تزعلش الراجل، روح يقول لمسعود يقلب الدنيا. لا طز فيكم كلكم بقى، انا ما يهمنيش اي حد، انا ما اخافش غير من ربنا سبحانه وتعالى. انت عايز تضيعني يعني معاك؟ لا يا عم، انا هنزل ابات بره البيت. سلام عليكم. انا عاوز اقول لك حاجه يا ديانا، بس خايف تاخديها على اني ما بحبكيش. قول قول يا مسعود، احنا بنخاب بعض. عاوزك بقى تكلمي ليلى بنت عمي وتقولي لها ان مسعود بيحبك ولازم تتجوزيه. يبقى لك ثواب يا ديانا، ويا بختي من وفق راسين في الحلال. ليه؟ هو انت مش متجوز؟ وايه يعني؟ ابويا كان متجوز 3 وجدي كان متجوز 9، هما كانوا يعني اشجع مني. هلو احمد، ما جبتش مرتك معاك ليه؟ اصلها بتنام بدري زي الفراخ. بكره هتسهرك للصبح. حاكم الدواء اللي اديتهولك له مفعول اكيد. اسال مجرب ولا تسال طبيب. احمد ترقص؟ تعالى. استاذنك ارقص. اتفضل، انا راجل سبور. يلا ديانا. ايوه احمد، احنا اصحاب مش كده؟ طبعا. انا بحب ليلى ومش متاكد انها بتحبني،
انت ممكن تتاكدي. تضحكي على ايه؟ تقصد تقولي يعني ان انا الفت نظري عليك؟ بالظبط، تقولي لها يا المأذون يا الحنوتي. يا ده انت باين عليك طيب قوي 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 قوي. انصاب. نعم نعم نعم. تعالى. هو ده؟ لا مش ده. هو دي صاحبك؟ لا ده عبد السلام صاحب احمد ابو العز. اهلا اهلا. هلو. صباح الخير. زيك مدام ابو العز. في عرضك. اقفع الخبر مجور. مجور؟ اه مجور قديم. ايه الاخبار؟ باشمهندس افندي مبسوط ولا لا؟ النور والع طول الليل. سبت له ثلاث حتت صابون عشان يستحمى بيهم، واثنين يغسل بيهم وشه، وخمسه عشان يغسل بيهم هدومه. ايوه كده، عشان نفضل حبايب يا عبد السلام. ما احنا حبايب، واحنا نفضل طول عمرنا حبايب. هنصدقكم. استنى، انا هيجي معاك. ازيك مدام ابو العز؟ ارجوكي مسعود يسمعك يفهم يقطعني حتت. ما تخافش يا حبيبي، احنا فاهمين اللعبه سوا سوا. بس انت شقي. انا شقي وانا شقي. رايح فين؟ تعالى اوصلك. يا ريت، بحضرة النظر لما هشوفك معايا هيحترمني قوي. يلا. مش ممكن، انت عارف حماده هيجي من المدرسه ما يلاقينيش. يا ستي هنرجع قبل ما يجي حماده. عشان خاطري يا ليا، قومي قومي البيتي فوس خدي مش هتكون خيروه من دونك. مش ممكن، قومي بليز بليز يا ريت. كويس؟ انت مبسوطه مني يا مسوده؟ يا دي انا مش وقته، احنا في بيت العيله. اوعى انت ايدك كده بقى، تخافيش. انا حاسس، انا حاسوق، انا حاسوق. انت سيء فيها. وتسكتي مصر كمان، الله يهدك. ايه رايك هاخد اجازه عرض النهارده عشان هوريكي حاجه حلوه قوي. عرض يعني ايه؟ عرض يعني عرض يعني لما يا عرض ايه؟ ربنا يستر وما يكونش ضيوف. اوه عشان تفلي. ايه اللي جابك؟ علشان الدرس. حماده راح المدرسه. المدرسه؟ ايوه. طيب اقعد معاكم شويه. بس احنا خارجين. خارجين؟ يعني هتسيبوني لوحدي؟ ليلى هانم تقعد معايا، حاكم انا راجل كبير واخاف اقعد لوحدي. وتقعد ليه يا اخي؟ عشان استنى حماده. انا ما اقدرش اطلع السلم ده تاني. طب يجي معانا. ام محمد مش جايه النهارده. والله فكره. راجل بركه ويبقى حتى فسخة الرحله. قوم 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 يلا قوم. طيب يا ابني يا ابني اديني فرصه اخد نفسي. اعملي لي قهوه ساده يا بنتي. يا ابني ده انا طالع 33 سلمه. يبقى صلح السلم يا ولد يا مسعود. في سلمه مكسوره وانا راجل على قد حالي كنت هقع فيها. قهوه ساده يا بنتي. ايه ايه بقى؟ مالك؟ ها؟ مالك حبيبي؟ انت عيان؟ ايوه عيان. انا معقد. عايز اوريك العقد اللي جوايا. هتلاقيها بقك 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 كل بوجة قد كده اهو. ادي بقك بقك. لو فتحت قلبي هتلاقي الكبت اللي فيا كتل كتل كله كتل قد كده. ايوه. وساكت على نفسك ليه حبيبي؟ مش لاقي حد يعالجني غيرك انت يا مريم. Ha ha ha!